بعد بالنسبة احنا كلجان ولاية جبصة عملنا جلسة، ومن من المطالب نتاع الأخيان هنا هو بعض معبر حدودي، لكن كما ذكر السيد الوالي هذه هناك إجراءات تتم على مستوى وطني بين الدولتين، لكن احنا ساعين يعني من بالنسبة لولاية جبصة كونه يمكن الولاية الوحيدة اللي ما عندهاش معبر، ونحب نطور العلاقة مع ولاية تبسة ومع الدولة الجزائرية الشقيقة، وكما ريتوا اللجان يعني فيها كافة القطاعات، كافة القطاعات من القطاع من الفلاحة للاقتصاد للصناعة للتكوين المهني للتعليم العالي، ونطمح إن شاء الله هذه بادرة هي نجم نقول الأولى، اللي يعني هناك جلسات يعني منظمة ولجان منظمة باش نحاولوا نتابعوها. أكيد الهدف منها هو تنمية الشريط الحدودي وتعود بالنفع على الأخوة الجزائريين وعلى التوانسة كذلك، وكل المشاريع خاصة في القطاع الخاص يعني ممكن يعني ما فهم حتى إشكال كون الشراكة ما بين مستثمر تونسي ومستثمر جزائري في ولاية قفص أو العكس بالعكس، يعني ما فهم حتى إشكال، ونحن نعمل عليها كثيرا هذه اللجان إن شاء الله لتطوير يعني التنمية في الولايات الحدودية وولايتنا خاصة ولاية قفص.